ما لكم يا جماعه؟ ما لكم يا شيخ ناشد؟ ما القليل يا فندم انا بصدق الله يلا شو يطرح القذائف شباب. يا اخي نزلوا من هذا بس. يقوم الفريق الهندسي في مديرية البق محافظة الصعدة بإتلاف 2500 لغم الدفعة الخمسين والدفعة الخمسين الذي زرعت الميليشيات الحوثية ما بين الخط الدولي الممتد ما بين البق واليتمة وتم نزعها من رشاحة والمخناق والأجاشر واليوم سيتم إتلافها وفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المهندسين سوف ترجع الغامهم لعب في أيدي الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن كتيبة الهندسة والكيمياء في مقر صعدة تقوم الكتيبة بنزع وتطهير أراضي ومناطق وطرق ومزارع المواطنين وبيوت المواطنين من الألغام الذي زرعتها الميليشيات الحوثية، حيث كان لنا إتلاف سابق حوالي 7000 لغم واليوم نتلف الألغام الذي زرعتها ميليشيات الحوثي من بين روسي والنرويجي وصناعة محلية أكثرتها طبعا صناعة محلية وعبوات ناسفة ألغام فردية وألغام مضادة للعربات والمدرعات والدبابات كما هو واضح في الصورة، كما أن ميليشيات الحوثي زرعت وموهت عدة من الألغام كما هو واضح في الصورة وموهت في الجبال كشكل الصحراء أو كشكل الجبل، حيث أن الميليشيات كمان استخدمت الألغام استخدمت العبوات الناسفة حولتها إلى ألغام، استخدمت القذائف المدفعية وحولتها إلى ألغام باستخدام الكاميرات والإشعاع وباستخدام الدواسات. الفريق الهندسي التابع لقيادة محور صعدة وبجهود كبيرة من التحالف العربي، رغم أن هناك معضلات إلا أن الفريق الهندسي لا يتوقف عن ذلك، مواصلين العمل بإذن الله، وهذه هي حصيلة النتائج بفضل الله ثم بفضل التحالف والقيادة والأخوة المهندسين، كما أن احنا نتعهد
بتحضر الله سبحانه وتعالى ثم للشعب اليمني ان احنا سنطهر كل ارض كل شبر في الارض في اليمن، وهذا التزام منا الى الله سبحانه وتعالى. وشكرا.